السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. النهاردة هنشرح البولاريتي في دي سي. بصراحة يعني ده كابل يا جماعة كان بيوصل 24 فولت دي سي بوزيتيف ونيجاتيف. تمام، الحكاية إن أنا لما جيت أركبه ركبته أي حاجة، فهو بص مغذي شاشة زي ما احنا شايفين كده. تمام، المهم بيعتبر 24 فولت دي سي، فجيت وصلته فاللي حصل اني وصلته اي حاجه ما راعيتش الترتيب. اللي حصل ان هي مش عايزه تشتغل دلوقتي معايا. تمام، يعني لو جيت وصلتها في السوكت مش هتلاقيها اشتغلت باور، لانها واصله في الباور بتاعها اهي بس ما اشتغلتش. تمام، طب تعالى نعكس الاطراف كده ونشوف ايه اللي هيحصل. يعني ودلوقتي كده عكسنا الاطراف يا جماعه زي ما احنا شايفين. تعالى نركبها زي ما حضرتك شايف، الشاشة اشتغلت معاك بعد ما عكست الأطراف. إذا نستنتج من الموضوع ده إن البولاريتي في الدي سي مهمة جدا والترتيب مهم جدا، زيها زي مثلا بطاريات العربيات. تلاقي حضرتك ما ينفعش تعكس البوزيتيف مكان النيجاتيف ولا النيجاتيف مكان البوزيتيف. البولاريتي مهم جدا 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 يا جماعة. حاجة تانية عايز أنبه ليها، لو حضرتك مثلا في لوحة زي اللي حضرتك قدامك دي ومعاك مثلا مفك زي ده، متقعدش بقى يتعقرط كده وانت ماشي وتمشي بمفك او مفتاح او مش عارف ايه. واحد زميلي مثلا عمال يلعب بالمفتاح وبتاع وكان الكهرب المفاتيح مثلا اوتوماتيك محطوطه زي دي كده، تمام، وقام جاي من الكهرب. فتيك كير من الموضوع ده، دبله الكلام ده كله. ده كان فيديو اليوم، ما تنساناش من اللايك والشير والسبسكرايب في القناه لاول مره حضرتك تشوفنا، وممكن تدعمنا على باتريون لو مقتنع باللي احنا بنقدمه. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. ما تنساش تحط كومنت تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.